أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا المجلة اليهودية. حلقة اليوم سوف نكون مع موضوع شيق فعلا بالنسبة للمشاهدين، موضوع الفصح. عيد الفصح أحد أهم الأعياد اليهودية، وهو العيد يتعلق في الوجدان اليهودي بعيد تحرير من فترة العبودية. بالنسبة للشعب حسب إيمانه أني عاش مئات السنين في ظل عبودية، وهذا الخروج من مصر كان حالة انتقال من العبودية إلى الحرية، فيتسم هذا العيد بأهمية كبيرة. يتم الاحتفال بعيد الفصح في يوم 15 من شهر نيسان حسب التقويم العبري، و15 نيسان حسب التقويم العبري يأتي في فترة الربيع، وإذن هو احتفال ربيعي. بالنسبة لهذا الاحتفال، بما أنه يأتي في فترة الربيع وعند اكتمال القمر، فالوجدان اليهودي ينظر إلى هذا العيد كأنه عيد نور، بمعنى عيد تخلص من ظلام العبودية. هو يأتي في فترة اكتمال القمر، وبالنتيجة يشعر فيها كل شخص يهودي بأن الآن نحن ننتقل إلى عالم جديد. هو عالم يبتدئ من الشتاء، انتقال من الشتاء إلى الربيع، هذا من الناحية المناخية، ومن الناحية التاريخية هو انتقال من العبودية إلى التحرر. لعيد فصح أربع تسميات باللغة العبرية، ولكل من هذه التسميات تشير إلى جانب من جوانب هذا العيد. التسمية الأولى وهي الأكثر شيوعا هي تسمية الفصح بسخ، وتاني حرفيا عبر تخطى، وهذه مرتبطة في قصة موجودة في سفر الخروج عندما يتحدث عن الضرب العاشرة، كيف أن ملاك الموت عبر فوق البيوت، وبالنتيجة فتم أخذ هذه التسمية لذكرى هذا العيد. والتسميات الأخرى اللي موجودة متعلقة في موضوع الفصح هو عيد الفطير ووقت التحرير وعيد الربيع. عموماً رغم أن التسمية الشائعة باللغة العربية يسمى عيد الفصح، ولكن هذا العيد مؤلف من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هو عيد الفصح، والثاني عيد الفطير، والجزء الثالث الفصح الثاني يسمى. يتم على الشكل التالي: في اليوم العاشر من شهر نيسان يتم اختيار شاة أو ماعز خروف أو ماعز لعب فيه، ويتم الاحتفاظ فيه لمدة أربعة أيام، وفي اليوم الـ14 يتم ذبحه وإراقة دماؤه على عتبة البيت حسب ما جاء في سفر الخروج الإصحاح 12. بعد عيد الفصح، أو بمعنى بعد عيد الفصح، يأتي عيد الفطير، التسمية الشائعة بالنسبة لنا والمعروفة أكثر. عيد الفطير يستمر في الواقع سبعة أيام. هذا العيد هو ذكرى التحرر من عبودية مصر، وهو بالنسبة للوجدان يعني اليهودي هو أحد أهم الأعياد. تاريخيا قبل دمار الهيكل سنة 70 كانت يوجد ثلاثة أعياد يتم فيها الحج، وهذه الأعياد الثلاثة التي يتم فيها الحج إحداها كان عيد الفصح. في سفر الخروج يقول: ثلاثة مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب، و يقصد به أني آنذاك كان الناس تذهب إلى الهيكل أورشليم وتقوم بالحج ثلاثة مرات في السنة. والآيات الأخرى اللي يشير إلى أولا عيد الفصح، والعيد الثاني عيد الأسابيع أو شفعات، والعيد الأخير عيد المظال أو السكوت. والاحتفال اللي نحن كنا آنذاك يتم فيه كان مبني على تقديمات. التقديمات اللي موجودة في عيد الفطير مذكورة في سفري اللاويين والعدد، فلن نحن نقول الشخص اللي مهتم يدخل في التفاصيل التقديمات وآلية التقديمات، بيمكنه طبعا يروح إلى سفر اللاويين الإصحاح 23 والعدد 28 ويقرأ كيف التقديمات والآلية التقديمات.
أما الفحص الثاني اللي حكينا عنه هو يسمى بالعبري بساخ شيناي، هو فصح يتعلق بالشخص كان مسافر أو الشخص كان عنده نجاسة تخصية، بمعنى لو كان الشخص قريب من ميت أو شارك في دفن ميت في فترة الفصح، فهو إذن لم يكن قادرا على المشاركة في احتفالات الفصح، فهذا الشخص كان عليه أن ينتظر وقت آخر ليحتفل ما يسمى عيد الفصح، ينتظر شهر كامل الرابع عشر من الشهر التالي ليحتفل في عيد الفصح. إذن ما هي الطقوس اللي خاصة بعيد الفصح؟ الطقوس المرافقة لعيد الفصح هو يعتبر هذا العيد من أحد أفخم الأعياد في اليهودية. يوجد في الحقيقة طقس أساسي هو الطقس العشاء اللي موجود يسمى السيدر، هذا الطقس يتم الاحتفال به في اليوم الأول من الفصح في حدود أرض إسرائيل. هذا كان قديما، وبعد وخارج أرض إسرائيل كان الاتفاق بين اليوم الثاني يتم الاحتفال. لهذا العيد له واجبين، نحن لما منلاحظ العادات والتقاليد منلاحظ أن يوجد لدينا واجبان في هذا العيد. الواجب الأول أني أثناء فترة الفصح يتم أكل الفطير، خبز خاص يسمى خبز الفطير، وأيضا عدم تناول أي أطعمة مخمرة. التقاليد اليهودية تقول بأن أي خبز إذا كان مصنوع من قمح أو شعير أو حنطة أو شوفان مخمرة لا يجوز طبعا أكل منها. فضلا عن ذلك إذا كانت هذه الحبوب منقوعة بمياه لمدة 18 دقيقة وأكثر فيعتبر إذن غير صالحة للأكل في فترة الفصح بأنها تعرضت إلى التخمير، احتمال أنها تعرضت للتخمير. طبعا تذهب بعض التقاليد إلى تشدد أكثر في هذا الموضوع لتفادي أي شكل من أشكال إظهار خرق الوصية. البعض ذهبوا وقالوا لا، حتى علينا نتجنب أكل الذرة والأرز المطحون وأي شيء ممكن يعطي إيحاء أنه هذا جزء من الأمور المخمرة. استنبط الفكر اليهودي الفقهي ما يسمى كوشير الفصح أو الطعام الحلال الخاص بالفصح. كوشير الفصح مثل ما قلنا أن أي حبوب تزيد فترة نقع عن 18 دقيقة تعتبر غير صالحة. فبالعادة الشخص لما بيشتري قمح بعض الأحيان يكون مغسولا حتى يكون صالح أكثر للتناول، فخوفا من أن يكون القمح منقوع أكثر من 18 دقيقة في الوقت استنبط اليهود فكرة كوشير الفصح. كوشير الفصح حقيقة جدا شيق، ممكن الشخص يكون موجود في أوروبا أو أمريكا ويلاحظ أن يوجد بيبسي أي علامة مشروبة غازية مكتوبة عليها كوشير خاص بالفصح. طب هل من المعقول أن يوجد كوشير خاص بالفصح حتى في المشروبات الغازية؟ في الحقيقة المتشددون أو نقول أن المحافظون أخذوا هذا المنحة لأنه قالوا أن أي بعض المواد أي نوع من أنواع الذرة بما أني غير مسموح الشرب والتناولها والبيبسي أو المشروبات الغازية محلات بشراب الذرة، فنحن لا نشرب أي مشروب غازي حتى نكون واثقين بأنه مستخدم فيه السكر الحقيقي. طبعا من الأشياء الطريفة أني أيضا البعض أخذ منحة أكثر أني امتنع حتى عن استخدام مساحيق التجميل خوفا من دخول أي مادة تكون فيها مادة قابلة للتخمر أو حتى تناول أي أدوية. عيد الفصح مثل ما أسلفنا هو أحد أهم الأعياد فخامة وأيضا أحد أصعب الأعياد. أصعب الأعياد لأنه يستدعي القيام بطقسين. الطقس الأول هو يسمى إزالة المخمر أو الخميس، عملية جدا صعبة، على الشخص أن يفحص منزله جيدا ويتأكد من وجود أي عنصر قابل للتخمر، القمح أو الدقيق أو حتى أي نوع من أنواع الأطعمة ويزيله بناء على وصية موجودة في سفر الخروج لصاحة 12. الأمر الثاني في موضوع الفصح أيضا بعد ما إزالته من البيت، على أن الشخص حتى لو كان عنده مجال، لو حتى عنده بيت كبير وعنده حديقة، فعليه أن يتأكد أن في نطاق سلطانه ما يوجد أي شكل من أشكال الخمير.
وهي عملية عموماً عملية صعبة، لأنه أحياناً يتم فحص جميع الأطعمة والتخلص منها بأشكال مختلفة. الأمر الآخر والثاني اللي موجود أن يبتدأ الاحتفال في الفصح في موضوع السيدر. في اليوم الأول من الفصح هو عندنا أحد أو أهم طقس، هو يسمى سيدر الفصح أو عشاء الفصح أو بيسخ سيدر. بيسخ سيدر أو الطقس هو تعني سيدر ترتيب. لو الشخص شاهد كيف يتم الاحتفال بهذا اليوم أو بهذا العشاء رح يلاحظ حجم التعقيد اللي موجود. 15 خطوة متتالية على الشخص أن يقوم بها حتى ينتهي من هذا الطقس، طقس الاحتفال، حتى يوجد كتيب خاص موجود في لدى الطوائف اليهودية المختلفة. كل طائفة لها كتاب بتفاصيل مختلفة، يسمى هذا الكتيب الخاص، تسمى كتاب هاجادا. هذا الكتاب هو يحتوي على تعليمات القيام بالطقس. يعني تخيلوا أن حتى الشخص العادي غير قادر بالذاكرة يسير على هذا الترتيب. وكتاب هاجادا يوجد فيه قصص متنوعة، يوجد فيه ترتيب الطقوس، ويوجد فيه التبريكات المطلوب قراءتها أثناء الطقوس. ما هي خطوات السيدر؟ أنا راح أحكي عن خطوات السيدر 15 باختصار، لأنه كل طقس ممكن بالنسبة لليهود له دلالات روحية مختلفة. الطقس الأول هو طقس رفع الكأس النبيذ وتلاوة تبريكة اسمها قاديش، ثم غسل اليدين بدون تلاوة البركة، ثم يأتي الطقس الثالث، طقس تناول الخضروات، ثم يأتي طقس آخر هو كسر خبز خاص بالفصح يسمى الماتسا. بعد ذلك يتم تلاوة أو حكاية قصة تتعلق في موضوع الخروج، غالبا هذه القصة. ثم بعد ذلك يتم غسل اليد وقراءة البركة مع اليد، ثم قراءة بركة خاصة أخرى جديدة والتناول الخبز الماتسا الخاص في هذا الموضوع. بعد ذلك يجب بعد الطعام أو الخبز الخاص يتناول الشخص العشب المر، ما يسمى مارور، أي قطعة مرة من العشب يتم تناولها. وأخيرا أو ما قبل الأخير نذهب إلى شطيرة خاصة تسمى شطيرة هلل. هذه الشطيرة مؤلفة من شريحة خاصة من خروف الفصح وعشب مر. وبالأخير يتم أكل الطعام. بعد أكل الطعام يتم أكل كمان خبز خاص اسمه أفيكيمون، وبالأخير البركة بعد الطعام. أو ثم يختم بترانيم الحمد ويتم اختتام الاحتفال. الوقت شارف على الانتهاء. يوجد طقسين شيقين موجودة في التقاليد بعض الأسر اللي موجودة في الشرق وفي الغرب، وهو وضع كأس يسمى كأس إيليا وكأس مريم لذكرى شخصية إيليا، سوف نتحدث عنها في المستقبل، وكأس مريم سوف نتحدث عنه في المستقبل. حلقتنا لليوم انتهت. نحن بنكون هيك تعرفنا على أحد أهم الطقوس والأحد أهم الأعياد في اليهودية، وعرفنا أن فعلا أصعب شيء في هذا الاحتفال ربما موضوع أن نذهب إلى طقسين، إزالة المخمر في البيت، والطقس الثاني موضوع حفل السيدر المؤلف من 15 أو 14 خطوة مع تفاصيل دقيقة. لا نقول أنها صعبة، ولكن هي بتوقع تحتاج إلى دقة والصبر متناهي من القائد العشاء. حلقة اليوم انتهت. نتمنى أن نلتقي معكم في الحلقة القادمة في موضوع جديد، وراسلونا واعطونا ملاحظاتكم وأفكاركم وأسئلتكم، لأن هذا الشيء رح يساعدنا أكثر على تطوير البرنامج. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في المرة القادمة.